أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. عن موضوع الناس سألت فيه كتير قوي خاصة اللي بيخس, موضوع ثبات الوزن. أول حاجة بس أنا عايزة يعني لما باجي أقيس وزني وأنا بلعب جيم ولا بقيس وزني وأنا بخس, بس في ناس لما بتيجي تخس بتقيس وزنها ده ثابت دي نركنها على جنب, في ناس بتنزل الجيم وبيتابع الوزن. طب أنت تابعت الوزن في الميزان أنت ما بتخسش, طب أنت ما أنت ممكن تكون نزلت دهون وزدت عضلات, أنت عرفت منين؟ فاللي بي أو شكل جسمك اتغير فانت مش عارف, يعني دايما ابقى قايس ان انت بتحسبها ازاي. هتكلم اول جزء عن الناس اللي بتخس بس او بتمرن في البيت او مش بيشيل اوزان وبيخس بدايت مثلا معين, فجاه الجسم ما بيخسش مش عايز ينزل, هو مكمل في الدايت وما بينزلش, مش عايز ينزل جرام واحد وهو ماشي على نفس النظام مسطره. هنا الجسم عمل بلوك او قفل او خد حذره ان الجسم ده عمل دايت فوقف حرق الجسم وحقف حرق الدهون وخلاص كده, هو اتعود على سيستم معين فخلاص انا هخزن الدهون دي وتفضل موجوده. انا بتكلم بالبلدي عشان توصل لك المعلومه. فانا وقفت حرق دهون ووقفته وقلت خلاص الجسم عامل بلوك. ده بيرجع لاخطاء كتير. في ناس ما بتعملش الوجبه فري لكل اسبوع, وجبه فري مش يوم فري عشان في ناس عندها خلطه في الموضوع ده. الوجبه فري او الشيت ميل دي اهميتها اهم من الدايت نفسه. ليه بقى؟ لان الجسم بيبقى ماشي على مود طول الاسبوع, باجي في اخر الاسبوع بديله وجبه مليانه دهون او مليانه عناصر غير اللي خدتها في الدايت الاسبوع كله, بضحك على الجسم اقول له لا ده انا مش عامل دايت, ده انا باكل الاكل فيه دهون اهو, فيرجع يحرق تاني. الوجبه دي مش هتخسسني, دي هتخسسني. في ناس بتخاف منها وخايف ان هي تتخنه او تفتح الشهيه تاني. لا انسى القصه دي. الوجبه الفري دي وتبقى في الغدا مثلا, ما تبقاش في العشاء يعني, في الفطار او في الغدا. الوجبه دي اهم من الدايت نفسه, يعني اعتمد ان كل اسبوع ليك وجبه فري في الغدا او في الفطار. الفطار بتاعك ثابت دايت والعشاء ثابت دايت, فالجسم عمل بلوك. انا دي اول خطا. لو انا بقى بعمل الوجبه فري والجسم ما بينزلش, يبقى الخطا الثاني ان انا فضلت ماشي على دايت فتره طويله والجسم خلاص حفظ الروتين ده, بضطر ساعتها اعمل حاجه من الاثنين, يفتح يومين ثلاثه في الاكل ورا بعض بعك فيهم جامد جدا وباكل كل اللي انا عايزه, يا اما اسبوع كامل, ده اسبوع اسمه تنشيط حرق مثلا بالبلدي, الفطار والعشاء زي ما هو بس الغدا وجبه فري لمده اسبوع, برجع بعديها اعمل دايت مختلف تماما من السعرات الحراريه من البروتين من, يعني كنت بفطر بيض لا انا هفطر شوفان, كنت بتغدى سمك لا انا هتغدى فراخ, كنت بتعشى زبادي لا هتعشى جبنه قريش او فاكهه, بغير روتين الدايت كله. ساعتها الجسم هيرجع يحرق تاني وضحكت على الجسم. في الناس بقى اللي بتنزل الجيم وجسم شكل جسمها بيتغير وبيتابع الميزان, لا يتابع شكل جسمك يتابع الميزان اللي بيقول لك نسبه الدهون والعضلات, ده اللي يفرق معاك ساعتها, هيبقى مهم بالنسبه لك انت نسبه الدهون كام ونسبه العضلات كام. لو لقيت ان الدهون ما بتقلش والعضلات زي ما هي يبقى في حاجه عندك غلط وهتراجع تاني نظام اكلك وتمرينك. لكن لو لقيت الدهون بتنزل والعضلات بتزيد وزنك زي ما هو انت كده ماشي صح وكمل. يا رب اكون فدتكم. ده موضوع ثبات الوزن. الناس اللي بتشتغل من ثبات وزنها انت كده بقى عندك الحلين, لو انت بتنزل جيم او ما بتنزلش عرفت ازاي تخس تاني وازاي تغير الدايت بتاعك والروتين بتاع جسمك. وبالبلدي الجسم ذكي جدا بيدي اشارات اذكى منك انت حاول تضحك عليه عشان توصل للي انت عايزه. شكرا واتمنى تستنوني في حلقه ثانيه ان شاء الله. شكرا. تبقى انتهت حلقتنا لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان. انتظرونا.